ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت الحكومة تصورا وتوجها لإعداد دراسة لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم خلال الأعوام المقبلة آه إذا كان شوارع نظيفة وكويسة ما في مشكلة مش ما هذا النظام لأن شوارعنا مش مش مزينة هيا يعني شوارعنا إحنا ك كعمان مش مزينة هيا طريق المطار من يوم يوم طريق المطار عمان اربد من يوم يوم عمان اربد عم أما تدفعني من هان لأربت كذا مبلغ عشان انا امشي 100 كيلومتر طب انا بدي منها من عمان لاربد بدي ب 10 دنانير بنزين الاولى ان تقوم الحكومه بصيانه الشوارع المتهالكه التي تضر بمركباتنا عوضا عن فرض رسوم على الطرق حديث اجمع عليه اصحاب المركبات ومرتادي الطرق خاصه في ظل ارتفاع اسعار البنزين والديزل بدون فايده يعني سواء على السائق او على المواطن اصلا لانه انا من جيبتي بكره بدي احطها هاي كمواطن ما عنديش سياره ما عنديش شيء حاطه من جيبتي لانه انا مش مجبور ادفع على إشي انا دافع قبل يعني بدفع الدوله لازم هي تجبرك انه من الخدمات من الضريبه لازم تعطيك شوارع اصلا مش ضروري انا ادفعها ادفع يعني مرتين ما بصير ادفع مره وادفع مره ثانيه فانا ضد الاشي هذا لانه تكلفه زياده والشعب مو متحمل يعني وبعدين اصلا يعني لما بدك تمشي مشوار بنزينه لحاله كافي يدفعك كل شيء ما يدفع يعني مو كمان زياده دفع على على الخط شيء مو مو صح يعني احنا هاي الشباب قاعدين انه من الصبح بالشغل بالشغل من نجيب الكاز يوم نزلوا لنا الكازات عملنا حفله عشان الكاز ليش؟ لانه روح لنا الكازات. لانه روح هذا آه روح راح فلل وانا رحت فل تنكي من وراء تنزيل الكاز. انا اروح احط كمان رسوم لهذا التطبيق ليش؟ لان الوضع الاقتصادي اصلا عندنا احنا احنا بالنسبه لك الشعب منهار عندنا. احنا الناس اللي بتدخل على الشارع هي كلها ناس فقيره، كلها شغل يومي يعني. وما فيش معها مصاري يعني. ما بتوفي معنا. كيف أنا بدي أمشي 10 وأدفع أنا قاعد بدفع سنوي 750 ليرة ترخيص. شو ليش الحكومة بدها مني؟ على هالشوارع المزبطة روح طلع في المملكة الأردنية الهاشمية ولا شارع زي البني كلها مكسرة. ولا في شارع صالح. أبداً. أي كل ثلاث شهور بعمل هاي أمامية لسيارتي. من ورا المطبات ومن ورا الجوار. آه وليش يدفع؟ شوارع غير مؤهله وبنيه تحتيه يشتكي منها السائقون لما تخلفه من اضرار على مركباتهم تجعل دفع الرسوم عليها امرا مرفوضا اذا بتخدم السائق او السياره او الطريق بتوفر عليه مده معينه بوفرها ماشي بس لمين رايحه الرسوم احنا مشكلتنا مثلا مع المسؤولين احنا وانا و... يعني الاستراد صارنا 11 سنه وطرادنا مسكر جسر عين غزال صارنا ثمان سنوات بنلف هالتحويله هاي وين المسؤول عن المقاول اللي ما ياخذ المشروع؟ اول شيء قبل ما يفرض رسوم على الشوارع يزبطوا الشوارع ويصلحوا الشوارع يهيئوا او يعملوا هندسه مروريه مضبوطه على اساس الواحد لما انا كسائق عمومي بدي اوصل الطلب بدل ما اوصله بساعه بقدر اوصله بربع ساعة حنيتها في عندي مجال يصير اني انا اشتغل اكثر يصير عندي دخل اكثر أه بتحرك اكثر أه حنيتها ب... لما ينفرض علي اشي زي هيك انا بكون مرتاح ماديا وعندي شغل اما شوارع ازدحامات وشوارع مكسرة اصلحوا الشوارع وظبطوها بعدين افرضوا على افرضوا ال... اذا على... بدهم يفرضوها الامور الماديه على أه... على الشوارع وعلى هذا اول شيء اصلاح البنيه التحتيه بعدين يفكروا في الامور الثانيه وقبل كل شيء يعني خفض المحروقات اهم شيء اهم شيء في في كل الموضوع كله على اساس الواحد يقدر يسكر اللي عليه مش هذه الشوارع يعني مش مخدومك يعني السياره مش ملاحقين عليها تسطيح من وراء الشوارع وازمات يعني بتودي طلب من المفروض 10 دقائق بتقعد فيه ساعات وسلامتك يا اختي اما انه كشوارع تستطيع تدفع عليها رسوم لا ما في شارع كويس كل الشوارع مطبات تحويلات وحطوا باص السريع باص السريع زادوا الاشارات صاروا يعني سهلوا على المواطن اللي بيطلع بالباص بس باقي السيارات العمومي او السيارات الخاصه اللي بتمشي بالشوارع زادت الازمه عليها كثر الاشارات من طبربول لطارق لاسطراد الزرقاء لطريق وادي عبدون كلها صارت اشارات بشارات وصار الوقت يعني الطلب ياخذ معك وقت بزياده يعني بدل ما ياخذ معك 10 دقائق صار ياخذ معك نص ساعة. <applause> لا والله مش مع مش مع التوجه هذا. يعني إذا بدنا ندخل كل شارع ندفع عليه رسوم ما بنصفي نشتغل بس للدولة. طبعاً منين بدها تجيب الحكومة غير من المواطن؟ طبعاً. بدها تاخذ من المواطن عشان تزفت الشوارع. وخلاف هيك ما عنا. الله يخلينا الحكومة. لأنه الناس مش ملاقي توكل، تع تدفع رسوم شوارع ما إحنا يعني يعني صرنا شبه شحادين. تعال ندفع رسوم شوارع والله ما هي ما بتزبط مع الناس انت شايف الغلا والبهدله وال يعني كل شيء غالي كل شيء لا والله ما معاذ يعني ما فيش داعي للحكي هذا كله لا الناس مش لاقي توكل ولا تشرب ويحطوا كمان رسوم على الشوارع مش منطقي الحكي هذا وسلامتك لانه ما الشعب الاردني يعني الرواتب كلها تعبانه يعني ما حدا بيقدر يدفع يعني كل يعني كله مجمل الرواتب بين 400 و500 الرواتب ما حدا بيقدر يدفع نهائيا على الشوارع لا والله ما هم قادرين لانه انت شايفين الوضع ويوم ديزل طلع ويوم ديزل وتجينا سلافة الطرق والله ما ما بتزبطش يعني فكرة فرض الحكومة رسوما إضافية على الطرق لا زالت مرفوضة بين مرتاديها لكن الحكومة تطمح لتطبيق الفكرة كغيرها من حكومات الدول المتقدمة